هذا مستشفى ميداني على غرار جميع المستشفيات الميدانية اللي داروا في مجموعة ديال المستشفيات الإقليمية. اليوم مستشفى مولاي رشيد سيدي عثمان عرف تدشين من طرف عامل المنطقة لهذا المستشفى الميداني. مستشفى ميداني اللي كتبلغ الطاقة الاستيعابية ديال 40 سرير. هذا المستشفى الميداني جاء في إطار تعزيز وتجويد الخدمات اللي كتخص المرضى المصابين بكوفيد 19. هذا المستشفى الميداني باش نفهموا شنو هو الدور ديالو، الدار باش كمستشفى نهار اوبيتال دو جوغ. اوبيتال دو جوغ المعنى ديالو شنو هو؟ هو ملي كيجيونا لي باسيون، دي باسيون اللي هما اسيمبتوماتيك، دي باسيون كي سون با ا ريسك، مي كي سون دي باسيون اللي هما بوزيتيف. كيجيونا دي باسيون بوزيتيف كوفيد 19، مي هما دي باسيون غالبا اللي ما كيكونوا اسيمبتوماتيك، اولا كيكونوا دي باسيون زعما ما عندهم حتى شي ريسك، دي باسيون اللي هما دي جون صحتهم مزيانه كلشي بخير. عندهم يعني المناعه مناعتهم مزيانه، صحتهم مزيانه كلشي بخير، ولكن حاملين للفيروس. هاد لي باسيون هادو كيف ما كتعرفوا في ظل التزايد الملحوظ في عدد المصابين ما يمكنش ناخذهم اون شارج في الاخر. دونك هادو دارت استراتيجيه جديده من المينيستير دو سونتي، هاد لي باسيون كيجيو عندنا كيولجوا للمستشفى، كيجيو لهذا المستشفى الميداني. كيف ما شفتوا برا كاين واحد اربعه ديال الشابيتو. الشابيتو الاول كيخص وحدات الاستقبال، من بعد كيدوزوا يشوفوا كونسلطاسيون ميديكال، كيشوفوا من الماتان كيفحصهم، كيدير معاهم واحد الانتروغاتوار كونسيرنون لي زونتيسيدون ديالهم، واش دي باسيون اللي ديجا عندهم لاج ديالهم، واش ديجا كيداويو على شي مرض. كيجي عندنا لهنا، دونك ملي كيجي عندنا هنايا اول حاجه كتكون واحد الوحده الاستقبال كيف ما قلت لكم، من بعد كيدوز كيدير كونسلطاسيون ميديكال ابخي باش نعرفوا لي سيركونستانس ديالو، كنعمروا ليه واحد الفيج ديالو، كنعرفوا لي زونتيسيدون ديالو، واش لاج ديالو، واش هاد الباسيون هذا اريسك ولا ماشي اريسك. من بعد كيدوز كيف ما كنلاحظوا ملي كيدخل هنايا هذا المستشفى الميداني قسمناه على جوج، كاين كوتي فام كوتي اوم، دونك فيه 40 لي 20 لي 20 لي. دونك كيما شفتوا كيجي كيدخل لهنايا هاد البلاصه هذه كيقوم هاد الباسيون هذا كيستافد واحد المجموعه ديال 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 التحاليل وديال الفحوصات. اول حاجه كيستافد من كنديروا ليه لو سي جي التخطيط ديال القلب، شوفوا القلب ديالو كيفاش داير، واش غيتجاوب مع الدواء ولا لا. من بعد كنديروا ليه هنا كيجي لهنا لهاد الوحده هذه اللي كيتم هنايا كياخذ اعينات من الدم ديالو يتم الفحص ديالها. ابوي كنشوفوا كنديروا ليه واحد لي زيكزام غاديولوجيك هنا في سكانر جوست اكوتي هنايا، كنديروا ليه سوا لي زيكزام غاديولوجيك راديو توراكس، سوا كنديروا ليه كاريمون ان سكانر. دونك من بعد ملي كنديروا ليه هاد الفحوصات كنتاكدوا من الصحه ديالو، كنتاكدوا بان يعني سي با ان باسيون ا ريسك، كياخذ لو تريتمون ديالو. يعني ما محتاجش الانعاش، ما محتاجش لواحد كيفاش نقولوا واحد ان سويفي، يعني اون سيرفايونس دو بري في ان ميليو اوسبيتالي، ما محتاجش واحد تتبع عن قرب في واحد في مركز استشفائي. يعني يقدر هاد لي باسيون هادو كنعطيهم التريتمون ديالهم وكيمشيو للديور ديالهم، بيان سور كيسنيو واحد الالتزام باش انهم يلتزموا بالكونفينمون في ديورهم، كياخذوا لو تريتمون ديالهم وكيبقى لو سوفي ديالهم باغ تيليفون. كاين دي ميدسان، كاين خليه خاصه بتتبع هاد الحالات هادي في المنازل ديالهم، وكاو ديال شي كومبليكاسيون شي مضاعفات ولا كذا مباشره كيتصل بينا وكنعاودوا نردوا عندنا وكناخذوا اون شارج. بالنسبه لي باسيون اللي كيكونوا ا ريسك هنا كيبقاو عندنا لي باسيون هنايا، سواء كيتحولوا الى كانوا دي باسيون اللي هما ريسك، عندنا هنا وحده ديال الانعاش وهذه لي سوان انتونسيف بالنسبه لي باسيون كوفيد، سواء كيمشيو مستشفيات ميدانيه اخرى على غرار المستشفى الميداني ديال الجديده او المستشفى الميداني ديال بن سليمان. هنا اللي كاين في العنق اللي كاين في متواجدين في الدار البيضاء. الحاله الوبائيه راه حنا الجميع كيعلم بالتزايد الملحوظ والتزايد والارتفاع الكبير في عدد الاصابات. يعني بالنسبه للحاله الوبائيه حنا غاديين في واحد الارقام كنتمناو من الله تعالى الله يحد الباس والله ينزل اللطف ديالو. حنا كمستشفى وكجهه يعني الحمد لله الناس القائمين على 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 سبير السياسه الصحيه كيحاولوا يقوموا بالمجهودات ديالهم. حنا كيف ما شتي كان عندنا اوبيتال كانوا فيه جوج وحدات ديال 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 كوفيد 19 ديال البريزون شارج ديال لي باسيون كوفيد 19، اليوم تعز وكان عندنا مستشفى نهار، اليوم تعزز المستشفى بهذا المستشفى الميداني ديال كارونتلي. وحنا غاديين حنا مع تزايد الملحوظ ديال مع التزايد ديال عدد المصابين، حنا عاوتاني كنحاولوا نغيروا السياسه ديالنا والاستراتيجيه ديالنا باش نحتويوا هذا الوباء هذا، ونسال الله تعالى اللطف ان شاء الله. الحمد لله جوسكا ماتنو الحمد لله مازال حنا قادرين، ومازال الحمد لله مازال حنا كنسيروا، مازال اون بيس با لي بغا، ومازال الحمد لله كنقوموا بمجهودات. ومن هذا المنبر هذا كنوجه واحد التحيه خاصه لجميع الاطر الصحيه مختلف التلاوين ديالها، سواء كانوا اطباء او ممرضين او اداريين او اعوان، فكنوجه لهم واحد التحيه خاصه لانهم هما اللي في الواجهه، هما اللي كيبداو الغالي والنفيس
وكيف ما تنقولها خاص التفاتة عاجلا وليس آجلا لهذه الأطر الصحية. الآخر خاص التفاتة خاص موتيفاسيون خاص دعم خاص مجموعة الأمور باش نقدروا نسيروا هذا الوباء، لأن هذا الوباء حتى واحد ما كيتنبأ بالمستقبل ديالو. كذب عليك الكاذب لا قال لك شي واحد كيتنبأ بالمستقبل ديال الوباء، ما عرفناش حتى شي سالي من هنا شهر شهرين عام عامين حتى واحد ما عارف. يعني السبيل ديالنا الوحيد هو ندعموا هذه الفئة ديال المهني الصحة اللي هما اللي في الواجهة واللي هما كيواجهوا هذا الوباء.